استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بحاكم دبي، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات. أهلاً وسهلاً بكم. الجدال المصري متأثر جداً بالإخوة الإماراتية المستمرة من أيام الشيخ زايد الله يرحمه وحتى الآن. 50 سنة من المحبة والأخوة والاحترام. من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن الامتنان للسيد الرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي. أعود لك السلام الشيخ محمد بن رئيس دولتنا يدعيك ويدعي مصر لحضور الأمة العالمية في دولة الإمارات ويكون ضيف شرف. يعني شرفني وسعدني، ودائما كل دعوة من أخي الشيخ محمد أو من دولة الإمارات دائما محل تحضير واحترام وقبول كبير جدا، ونتمنى له دائما التوفيق في كل الأنشطة وكل الفعاليات اللي بتتعمل. وطبعا بالنسبة لي احنا برضه احنا سعداء قوي إن احنا نستقبل أخي الشيخ محمد بن زايد إن شاء الله في مؤتمر القمة اللي هيعقد الشهر القادم. وجودكم معانا هنا يشرفنا ويسعدنا، كان لازم أقول أهلا وسهلا، مرحبا بيكم، سعداء بوجودكم معانا.